اهلا بيكم معانا مرة تانية، والحقيقة المرة دي انا مش هطول عليكم، بس هو سؤال سريع جدا لكل من يدافع عن البخاري وغيره من هذه الكتب. سؤال بسيط ما فيهوش يعني مشاكل، ايه اللي خلى البخاري ما يجمع لناش الخطب بتاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، خطب الجمعة؟ ها يعني احنا نفترض قعد ايه حوالي 20 سنة، فيهم خطب جمعة تقريبا لو في 50 خطبة في السنة، يعني بنتكلم او 52، نقول 50 في 20 سنة يعني 1000 خطبة جمعة. ألم يكن ذلك أولى من أنه يروح يجمع لنا أحاديث زي أحاديث الذبابة وإذا وقعت نغمسها، ولا أحاديث كم عدد مرة كان بيجامع زوجاته، إن هو كان يطوف على نسائي في ليلة واحدة وكنا يومئذ 9 نسوة وفي رواية 11، وإن أوتي قوة 30 في الجماع وشرب بول البعير والبصاق والصحابة اللي كانوا بيدلكوا وشهم بيه وغيره وغيره من الأحاديث الغريبة ها ومن الحياة الخاصة جدا بعضها للرسول والكلام اللي عليه. فها السؤال ببساطة، ليه يروح يجمع ده ويطنش تماما على 1000 خطبة جمعة؟ ها قالها الرسول عليه الصلاة والسلام كل يوم جمعة كان بيطلع يخطب في المسلمين، ليه ما كتبش الخطب دي وهي خطبة واحدة الموجودة اللي هي ايه، خطبة الوداع وما فيش غيرها، يعني ما يعني الغالبية العظمى ها واحدة امام 1000 واحدة ما تدونوش. نفسي بس أعرف الرد على هذا السؤال، ليه البخاري راح يجمع؟ الرسول كان بينام كم مرة مع زوجاته؟ 9 في ساعة واحدة من النهار زي ما البخاري ذكر، وحديث الذبابة وغيره، وأهمل خطب الجمعة بتاعة الرسول ولم يبحث عنها ولم يكتبها لنا. سؤال محتاج جواب بسيط ومش محتاج الموضوع يعني ايه عبقرية، السؤال واضح واتمنى ايه نسمع اجابات على هذا الموضوع. ليه راح البخاري يجمع لنا هذا الكلام عن الحياة الخاصة للرسول في غرفة نومه، وفي نفس الوقت طنش واهمل عدد رهيب من خطب الجمعة، بل طنش واهمل معظم الخطب، احنا بنتكلم على فوق 1000 خطبة اتقالت، ما فيش واحدة ريكوردد غير او يعني مسجلة غير واحدة بس من البخاري. فده بس سؤال بريء جدا وبسيط، ويا ريت نسمع ايه رد منطقي على الاختيار الغريب لهذا النوع من الاحاديث واهمال خطب الجمعة بتاعة الرسول. وشكرا جزيلا.